ايه رندا، انا نازل على الدوام، تاخرت كثير اليوم ونسيت احسب حساب عجقه المرور. حاكم شوارعنا صار مسحومه بسيارات زحم امر من شوارع القاهره وبيروت. وشلون نازل هيك؟ كيف يعني هيك؟ ما فهمت عليك. يعني على القليل اسالني بدك شيء، لازمك شيء، ناقصك شيء. طيب ولا يهمك، بدك شيء، ناقصك شيء، لازمك شيء، روحي. لا سلامتك. طيب طالما ما بدك شيء، ليش زعلتي لاني رايح بدون ما اسالك؟ طبعا بدي ازعل، لكن حلو تطبق الباب وراك وتمشي. والله لو عشت 100 سنه ما راح افهم طباع النسوان والله. هيك نحن بنحب الدلال، بزعجك هذا الشيء؟ اعوذ بالله، احب على قلبي. وهلا بدك شيء قبل ما امشي؟ لا، وانا على كل حال بدي اروح مع رفقاتي على البيك سنتر نتسوق شوية تبرات. يا ستي مو مشكله، بس وينك؟ ضب ايدك شوي الله يرضى عليك وانت عم تتسوقي. ها طبعا رح ضب ايدي. بدي سيارة. شو بتقصدي؟ شو بقصد يعني؟ يعني اعطيني وحدة من سياراتك الثلاثة لحتى ادبر حالي فيها. بس سياراتي الثلاثة مثل ما بتعرفي مو إلي، مو من مال أبي لحتى أعطيكي وحدة منهم. بعرف إنه مو من مال أبوك، بس هدول السيارات مفروزين إلك ولخدمتك، وشي طبيعي إنك تعطيني وحدة منهم؟ لا عيني ما حذرتي، شلون طبيعي يعني شلون؟ صحيح الدولة فرزت لي 3 سيارات لخدمتي، بس أنا ما بقدر استعملهم إلا للمصلحة العامة، يعني للشغل وبس، وماني مستعد أعطيكي سيارة لتروحي فيها على السوق. بس يا عرفان كل مسؤولين البلد عم يعطوا نسوانهم سيارات. لا مو بس نسوانهم، عم يعطوا اولادهم وقرايبينهم وجيرانهم واهل ضيعتهم كمان. بقى داقت عينك انت تعطي سيارتك لمرتك؟ لا عيني ما داقت عيني، بس هالسيارات ما خلف لي اياها سيد الوالد. هالسيارات هي ملك عام، ملك الدوله وبالتالي ملك الشعب، وهدول امانه برقبتي، وانا ماني مستعد ابدا سيء استخدام الامانه. بس كل المسؤولين يلي انت فهميني بقى، انا مالي مثل غيري يصطفلوا شو بدي فيهم. كل واحد بينام على الجنب يلي بيريحه وبيتصرف حسب قناعاته الشخصية. وانت حسب قناعتك الشخصية بيهون عليك انه مرتك تتشنطط بالطرقات بلا سيارة، وانا مرت مدير عام اضرب اطراح. لا تتشنططي ولا شيء، ليش بها سيارتنا الخاصة؟ ليك والتاني شلون عم يحكي؟ يعني بدك ياني يصير مضحكة قدام رفقاتي؟ وليش لحتى تصيري مضحكة بقى؟ طبعا بدي يصير مضحكة، لانه السيارة قديمة كتير. واذا كانت قديمة؟ طالما هالسيارة ملكنا فأنا بشوفها أحلى سيارة بالوجود كله. مو اشتريتها بكد يميني وعرق جبيني؟ خلاص أنا بعتبرها حبيبتي مثلك فرشتل. إيه أنت فكر مثل ما بدك، بس مو واردة أبدا وحدة مثلي جوزة مدير عام ومسؤول كبير تركب سيارة قديمة ومهرهرة موديل 1900 وخشبة. والله الله ما قالها. بس هالسيارة موديل 1900 وخشبة مثل ما عم تتفضلي وتحكي، كان طاير عقلك فيها لما اشتريناها من 15 سنة. صحيح كان طاير عقلي فيها، بس كان فعل ماضي وناقص كمان. انه بس بدي افهم، في حدا بضل طاير عقله بشغله صار له عنده 15 سنه؟ ليش مو طاير عقلك فيني؟ هي صار لي عندك 15 سنه. دخيلك انت وتشبيهاتك. هلا لا تنفخي لي قلبي يا رندا، هذا الموجود وانا ما بيطلع بايدي يساوي شيء. بقى بدك تاخذي سيارتنا خديها، ما بدك انت حره روحي بتاكسي. لا يا سيدي ما راح اخذ تاكسي، راح اخذ السياره وامري لله. بس يا ترى فيها بنزين؟ لا ما فيها ما بظن. لكن اعطيني كم بوم بنزين لحتى اعبيها. ما بقدر والله يا رندا، ما بقدر حبيبتي اعذريني. وليش بقى ما بتقدر؟ ما بقدر، لانه البنزين اللي عم تحكي عليه مو بنزين ابي. ابي الله يرحمه ما ورت لي كازيه لحتى اعطيك بونات منها على كيفي. قولي علينا على هالقصه بقى، ايش عم اقول لك انا؟ عم اقول لك اعطيني كم بون من مخصصاتك. هالمخصصات هي لاني مدير عام بالدوله وللأمور يلي بتخص المصلحة العامة، مو للمشاوير الخاصة والروحات والجيات على الأسواق. لا حول ولا قوة إلا بالله، قسما بالله العظيم أصعب شغلة بهالدنيا إنه الوحدة تكون مرت مسؤول شريف وقابضها زيادة عن اللزوم. هذا هو العذاب الحقيقي بعينه. لا واللي مجنني ومطير النوم من عيني إنه كل شيء قدامنا مبحوط بحت ونحن كأنه إيدينا مكسورة. ليش فكرك أنا الشريف الوحيد بالبلد؟ يعني ضروري كل مدير عام لشركة أو مؤسسة يكون مرتشي وفاسد وعديم السمة وخاين للمسؤولية وداير على حل شعره وما عنده قيم ولا بيعرف الانضباط وبينط فوق القانون وفجعان وريالته شاطة؟ الله وكيلك يا رندا، صارت كلمة المدير العام مشبوهة. لا وانت شايفة هالشي بعينك ولامستيه بنفسك، ويا ما سألينك الناس شو بيشتغل جوزك؟ بتقلي له مدير عام،
بيقوموا بيبتسموا على جنب وبيقولوا لي ايوه مدير عام تتهني يا ستي، ريت جوزي كان مثل جوزك، كنا برنا الفقر نيالك، شايفه ليله القدر وملك حسي. وما بيعرفوا انه هالمدير العام مثله مثل بقيه الناس، راتبه ما عم يكفي، عم يتدين باخر الشهر، حالته بالويل. قسما بالله يا رندا جارنا احسن مني. لك شو احسن مني؟ ما في مجال للمقارنه. منوب مين جارنا؟ ابو علاء. ابو علاء شنطة بياع الحلو، الله يتم عليه ويهنيه، بيطالع بشهره قد ما بقبض انا بسنه اذا مو اكثر. وهو شو؟ امي لا بيقرا ولا بيكتب، وانا شو؟ مثقف لا تقرفي، خايط برا وبحرا هيك قال. لا وبالتلفزيون وخاصة بالمسلسلات العربية والمصرية والسورية والخليجية والعفريتية، إذا بدهم ينقدوا وزير عربي ما بيتجرؤوا، بيقولوا هذا منصب سياسي، وكأنه هالوزير العربي مو موظف عند الدولة، ومنصبه هذا منصب تشريف وتكريم لشخصه، والزلمة معصوم، معصوم عن الغلط، ولازم صورته هيك تبقى بعيون الناس لامعة، عم تقد قد، ولو خبص بإدارة وزارته فرفور ذنبه مغفور. بقى شو بيساووا بهالحالة يا حزريك؟ ما بعرف شو بيساووا. بيقولوا لحاله يلا بدل ما يكون وزير منحطه مدير عام، وإذا بدهم ينتقدوا مسؤول كبير منصبه بيرعب ووزنه بيخوف ما بيسترجوه، بيقولوا يلا بنعمله مدير عام، أو يا ستي بيعملوه وزير تركي، أو بيرجعوا بالزمن 50 سنة لورا وبيلبسوا هالممثلين طرابيش. وكل فكرهم إنه هالشي باسبور مرور لأعمالهم، والرقابة يا حرام غشيمة ما بتعرف شو المقصود، والجمهور يا خطي غبي ما بيعرف التلميح. بس على مين بتمرق هالشغلات؟ ما بعرف على مين. على المسؤول المنتقد، هو الوحيد اللي بيظن حاله خارج اللعبة مع إنه هو المقصود. هلا هيك فكرك؟ طبعا. وياسر العظمه يا معامله بمسلسلاته. الله وكيلك، صرنا ملطشه للرايح والجايه يا رندا، وكلهم بيعلقوا اخطائهم على التعليقه تبعنا وبيمسحوا تقصيرهم فينا، صرنا ممسحه يا رندا. وهلا منين بدي اجيب بنزين انا؟ ولا يهمك، امسكي لقلي، هي 1000 ليره، عبي بنزين ب200 ليرة وغيري زيت ب75 لأنه صار عم تحرق زيت كتير، وتشبرقي بالباقي بالبيك سنتر أنت ورفقاتك. يلا روحي، بدك شي عن إذنك؟ ما بدي أغير لك بواجي وبلاتين بفرد مرة؟ لا لا معلشي، تركي البواجي والبلاتين علي. لحظة، نسيت تعطيني مفتاح الكركمة. أنا كركمة؟ قصدي السيارة. بتلاقي بدرج مكتبي، بس ديري بالك ها، بدك تنتعي الباب نتعة قوية حتى ينفتح معك. لك وردي انتعني إن شاء الله، ده أصلي انت أبواب أنا. ايه سمر، جبتي لي الشحاطة اللي وصيتك عليها؟ ما لقيتي لون تفاحي؟ طيب شو اللون اللي جبتي؟ زهر؟ ايه منيح ماشي الحال. ايه وقديش بدك تحسبيه علي؟ ولحبيبتك هيفاء؟ ماشي الحال الله يكرمك. ايه طبعا لازم قيسه. هلا بس انزل على الديوان بقيسه. ايه وبتفرج شو جايبه شغلات جديده كمان. ماشي سمر الله معك. صباح الخير هيفاء. صباح النور استاذ. شلونك اليوم؟ الحمد لله تمام. شوف كثير ما هين. اي والله. ايه مروان شو في عندك؟ قلت لي استاذ عندي علب قشطه، قشطة التاج، الله وكيلك مثل الفستو، بعدين 3/4 حليب سباع من اللي برجعوا الشباب. استاذ ليش كل هالقد شايفني مرهير؟ لا العفو منك استاذ، انت شيخ الشباب. اصبح خلاص حساب حسابي بعشر علب. تكرم عينك استاذ، بكره الصبح بيكونوا عندك. الله يعطيك العافيه. بقديش العلبه؟ لا استاذ خلي علينا هالمره، ما بدي الا سلامتك. لا لا ما بصير، شو ترك علينا؟ اذا ما بتاخذ حقهم ما باخذهم. استاذ يعني مو مستاهل الشغله، مو محرزه. خلص مروان ما حلك تعرف طبعي، يعني في بالعادي اخذ شيء منك بدون ما ادفع لك حقه. طيب استاذ مثل ما بدك. انا عم بيع العلبه ب 30 ليره بس الكم 25. يا سيدي كتر خيرك، شرفها. وهي
250 ليرة. بدي أقضي أستاذ. عليك إن شاء الله بكتار. عفوا أستاذ، أعطيتني 500 زيادة. عفوا. أمين أنا أستاذ، تلميذك. عن إذنكم أستاذ. أهلا وسهلا، أهلا مروان، الله معك. إبراهيم، يا إبراهيم. عمر خانو، افتح لي هذا الباب يا إبراهيم. لك لا لا، طول بالك علي شوي. لا عفوا استاذ، شغلتي بسيطة الله يخليك. لحظة لحظة يا أخي لحظة، مو لك. تفضل. لك لا يا حبيبي، السيارة نظيفة كتير دي إلا بترقص. بعدين مثل ما قلت لك، خالية العلام من برا ومن جوا ومزنرة بالصاج عالدائر. لك إيش هو قلبي؟ معقول غشك وعطيك سيارة قلبي؟ لا لا. شلون؟ إيه موديل 76. حبيبي انت جيب الزبون وبصير الحكي على البازار. ايه طبعا. لك يا اخي ما انا مبتاع الحكي، يعني انا وسيط بين صاحب السيارة وبينك. بعدين شو بده يطلع لي يا دوب يسد الرمل؟ مع ان لك موديل 76 شبنا. ايه بسيطة. لك اخي اذا ما بدك تشتري، اشتري من صاحب الكرت بالذات. ايه على راسي وهو كذلك. وينك؟ إذا صار معك شي خبرني. إيه طيب، الله معك. أستاذ عفوا، يعني تكسرت إجري وأنا واقف. معلش يا حبيبي، هلا مانا فاضيين، الشغل فوق بعضه. إذا بتريد ارجع بكرة ومن عيوني بخلص لك شغلتك. بس ادعي لي شغلتي تمشي. إن شاء الله تمشي شغلتك يا أستاذ. يعني على قولة نجوى كرم، نقطع السطر حبيتك. أخ شو حبيتك. وعافينا شباب. معلش استاذ معلم، سال عني مدير شيء؟ لا سيدي، انت ما حدا سائل عنك. ايه استاذ معلم، من اولها شو في عندك اليوم؟ شو في عندي؟ عندي شغلات بتطير عال، عندي مجموعه بارفانات وديودورانات وشامبويات مع بسمات، كلها شغلات ما نزلت على السوق لسه. شيء حلو. والاسعار شو؟ الاسعار مثل العاده، يعني بسعر الجمله. قوموا معي تفرجوا بالمكتب، ولما بيعجبكم شيء سيدي ما راح نختلف على السعر. قوموا جرب. هاي مطره مشان مي، مشان الاولاد، مشان رياضه، تخلي المي بارده يعني. انا بدي شامبو مع بلسم. ايه تكرم عيني، هاي شامبو مع بلسم. لك لا انا هذا على درناي، انا اخذته من المره الماضيه ما بدي. على شو بدك يا لك؟ بدي على بطيخ. اصفر ولا اخضر؟ لا اخضر. يا ستي من حسن حظك موجود، وهي شامبو على بطيخ اخضر وللشعر الجاف، شو رايك فيه؟ ايه هذا ما هو شيء، قديش حقه؟ خلاص هلا اذا عجبك خديه، ما راح نختلف على السعر. ماشي. ايه بس الحساب باخر الشهر. يا ستي باخر الشهر، باخر الشهر، يعني انا وياكي موظفين بنفس الدائره، وشي بوشك بقى، وين بدك تهربي مني؟ قولتك. يلا يسلموا الايدين. الله معك. شو شباب عجبكم شيء؟ بصراحه يا معلم انا بدي قنينه بارفان لمرتي، عيد ميلادها الاسبوع الجاي، وبدي اخذ لها هديه محرزه. بدك اياها غاليه شيء؟ لا شو غاليه انت الثانيه، عم اقول لك لمرتي. طيب شوف لي هي تمشي معها؟ قبل ما اشوفها قديش حقها؟ اخي هي لك 500 ليره. لا حبيبي انا مالي هون بنوت، شو 500 ليره؟ ايه انا بحياتي ما دفعت 500 ليره حق قنينة بارفان. لك اخي اسمع مني اسمع مني، هذا النوع عليه عرض خاص، يعني عم بيوزعوا مع كل قنينة بارفان كيسين معمول، بقى شو بدك احسن من هيك؟ يا حبيبي وصلت والله، قال معمول قال. لك روحي انا طلبت منك قنينة بارفان تكون ريحتها زخمه وسعرها معقول، وصلى الله وبارك. فهمت عليك، اخي رح راعيك فيها. يعني بقديش؟ حاجتك 150. ايه خلص يا رجل صارت ارخص من الفجل. هات له شو؟ سيب. معاه؟ بس ما تكون ريحتها مشايخيه. ها؟ لك شو مشايخيه؟ شمها شمها. اخي اتفقنا، هيك تمام، والمبلغ مقدور عليه، يعني ريحتها ما بها شيء، صحيح هي بتصطم المناخير وبيجي الواحد ليعطس، بس ماشي الحال، حلوه. شم لها شو؟
لا حلوة هي، بس ريحتها كلاسيكية شوي. لك أخي كلاسيكية ولا مدير ما مهم، المهم أنينك برفان. بس وينك معي؟ واحد جيب سيري قدام مرتي إنه حق 150 ليرة، وإذا صدف سألتها قول 600. تكرم عينك مو مشكلة. أصبح وينك؟ أعطيني كيسين المعمول قبل ما أنسى ودخيل عينك لف لي إياهم هيك لفة هدير. لفة هدير؟ لا مالك سالي بنو شريف. تفضل أستاذ. لك شو صار معك بهالجبنات اللي نصيناك عليهم؟ يا أستاذ قلت لك ماني نسيانك، الله وكيلك حاسب حسابك، بكرة بالكتير بيكونوا عندك. بس بدك تدير بالك ها، صاير أسعارك سياحية وعم تغلي. لا لا، الله يسامحك، أنا مغلي الأسعار قسما بالله يا استاذ، اذا بتفتل الدنيا كلها ما بتلاقي بجوده الجبنه هي. بعدين على الدواء خدها ودوقها، اذا ما عجبتك رجعها. لك من هالناحيه انا مطمن بالي، والشهاده لله ضاعتك ظريفه وما حدا بيقدر يحكي عليها. مروان انا بدي قريشه، فيك تامن لي شوي؟ تكرم عينك ولو يا انسه. لا بس ممكن اعرف قديش الكميه بالضبط بدك اياها؟ يعني شكليا تامري امر انت، على كل بكره الصبح بيكونوا عندك. ماشي. لك صحيح نسيت شو بدي اقول لك، مر على الديوان شوف استاذ عادل يمكن يوصيك على شنجليش ومعكرونه. طيب طيب رايح لعنده فورا. هلا انت بتشتغل سمسار سيارات مو هيك؟ انا بخدمتك استاذ، يعني بيع اجار استئجار تصليح اي شيء بيتعلق بالسيارات انا خدام. عظيم جدا، سيارتي الخاصه بتعرفها انت مو هيك؟ طبعا بعرفها، واذا بدك تبيعها انا بحملها. شلون يعني بتحملها؟ يعني بشتريها منك استاذ، وبعدين انا ببيعها لما بيجي ركيب. ايوه فهمت عليك، وانت طبعا بتربح فيها مو هيك؟ شي بسيط استاذ، من الجمل ادنه، بدنا ندبر راسنا، لو ضلينا على الراتب منموت. بس بيني وبينك سوق السيارات كل يوم شكل، يعني نحن وحظنا، واذا مالك مضطر على البيع ممكن اعرض لك اياها بالمكتب، ووقت يجي نصيبها من اردفها. والله يا عادل بصراحه انا محتار، لانه اذا بعتها بخاف ينصرف حقها دغري. طيب شو رايك استاذ ناجرها؟ ليش بتتأجر؟ طبعا بتتأجر، في شيء ما بيتأجر. طيب قديش ممكن تتأجر بالشهر؟ يعني بحدود 8000 ليرة. 8000 قليل استاذ مو هيك؟ لا لا شو قليل، ممتاز كتير. ايدي بزنارك لاقي لي شي زبون احسن ما لمركوني قدام البيت هي وقلتها. تكرم عينك ولا يهمك، خلص اترك الموضوع علي. السلام عليكم. تفضل. تحياتي استاذ. اهلا استاذ عاصم، تفضل. يلا. خير استاذ عاصم، شو هو الموضوع المهم اللي بدك تحاكيني فيه؟ الحقيقه يا استاذنا عم تجينا تقارير كثيره من مؤسسه ميزو للتطوير الصناعي، وهالتقارير هي للاسف سيئه جدا. وعن شو عم تحكي هالتقارير؟ المواطنين والمراجعين عم يقولوا انه في نوع من الاستهتار عند الموظفين وبطء بإنجاز المعاملات، معظمهم عم يمارس أعمال خاصة أثناء أوقات الدوام الرسمي. كيف يعني أعمال خاصة؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس هيك عم تقول التقارير. هلأ بتروح فوراً بجولة تفتيشية على ميزو للتطوير الصناعي وبتشوف الوضع ميدانياً وبتردي لي خبر. بس حاول تكون جولتك سرية حتى تشوف كل شيء على الواقع بدون ما حدا يشعر بزيارتك، مفهوم؟ حاضر أستاذ، خلال يومين بالكثير بيكون التقرير الكامل عن مؤسسة ميزو على مكتبك. يعطيك العافية. بالاسم. الله معك. لا والله البنك زيت للشباب بالشؤون الإدارية. خلي هي اوعى الزيت. الله معك. شايفة هالقميص ما أحلاه؟ بس أنا عاجبني هذا أكثر. كمان هذا حلو. بس يا ترى بيجي قياسي؟ فوتي قيسي جوا. لا شوفي سمر، أنا رح أقيسه بالمكتب، وإذا عجبني باخده منك. طيب ماشي. بدك شيء؟ لا سلامتك. باي باي. الله معك. أخي سيارة نظيفة وشعرها طريبة، أسمع مني هذا هو طلباتك. أخي ما اختلفنا، بس موديل السيارة قديم كتير. هلا رح تعمل لي قديم وما قديم، حوشة صغيرة وبترجع وكالة. ما بعرف، خليني نفكر شوي. شي بدي فكر على مهلك، شو هالعقيات؟
موري يا اخ. عفوا، في عندي هذا الطلب بدي اسجله اذا بتريد. ايه على راسي. شريف خلاص هلا؟ ايه خلاص. شكرا. اهلين. يا ابو علي. مرحبا، هذا لازم حفاظات يا جماعة. شو الياس اللي عندنا؟ من 7 ل 18 كيلو. هات نشوف. يلا. شو أخذتي مني قلتي لي؟ علبتين معجون أسنان وعدة فكرين. وهي الكليرة منك ما؟ إيه. المشكلة ما معي فاطمة. مرحبا علي. مرحبا صارت الألف. بالكاف. تاخذ 5 سنتين؟ لا لا، اعطيني الفاطمة برجع لها. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. لازمك شي متة يا ابو الشباب. شو عم تقول؟ متة؟ متة اورتينا اصلية بشغل الارجنتين، في عليهم عرض على كل باكيت متة مصاصة ببلاش، والمصاصة معها كفالة لمدة سنة. لا شكرا، مو لازمني متة. ذكرتي موديل ولا ذكرك فيه؟ لا مو السابو، هذا يلي عليه وردة من قدام. أيوة، بس وينك يكون الكعب 7 مو 9؟ لحظة شوي. عفوا أستاذ عرفان موجود؟ تفضل. هيك رأسا فوت لعنده بدون ما تخبريه؟ الأستاذ عرفان بابه مفتوح لكل الناس، شرف. إيه حبيبتي، وبالنسبة للشحاطات بدي شحاطة على الرئيسية. لك مو إلي، لسوسن. ولا يهمك، مهما كانت غالية ما بتفرق. شو أستاذ؟ هي حلوة العقل؟ لك أقل منها يعني؟ فضلك على العقل أستاذ. يا على عيني وراسي، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، معنا سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. إذا سمحت يا أخ، جيت والله جابك. تفضل تفضل. نعم أبو. ممكن تشهد معنا بالله؟ ما في مانع، بس على شو؟ شرف ارتاح. يا سيدي أنا أجرت سيارتي للأخ 4 شهور، كل شهر ب8000 ليرة، وقبضت منه أجرة أول شهر وأخذ ضمان 25000 ليرة. بقى لو تكرم تشهد لنا هون وتوقع لنا منكم ممنونين. ما في مانع ولو. سهلين. شريف لسه مضيات. وهي هويتي واسمي مشان تتأكد. شريف لا هو لو يخلي لي. تسلم لي. عفوا اسمك مو غريب علي ابدا. قلت لي ما راي عليك اسمي، ما هيك استاذ؟ عفوا يا ترى ملتقي فيك قبل هلا انا؟ شو ما عرفتني استاذ عرفان؟ لا والله صدقني ما عرفتك. انا المفتش عاصم روح الخل من الهيئة العامة للتفتيش.
اهلين وسهلين استاذ روح الخل. اهلا وسهلا ومرحبا يا اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا شرف ارتاح يا سيدي. اهلا وسهلا ومرحبا شرفت يا اهلا وسهلا. اهلين مولانا. الحقيقه يا استاذ عرفان انا عملت جوله تفتيشيه عندك بالمؤسسه. بصراحه الوضع اللي شفته غريب كتير. يعني شويه تانية تتحول مؤسستك لمركز تجاري او لسوبر ماركت، وانا للاسف راح اكتب بتقريري كل شيء شفته بدون زياده او نقصان. عفوا استاذ، سؤال، حضرتك خلال جولتك شفت شيء موظف عم يسرق او عم يرتشي لا سمح الله؟ لا ابدا. اصبح استاذ اكتب يلي بدك اياه، لانه نحن كمان بدنا نعيش. تاكل قشطه.